هذا سائل من فرنسا يقول إنه يريد أن يتزوج بامرأة أبوها لا دين له وأخوها لا يصلي إلا صلاة الجمعة، لكن هي مسلمة مستقيمة، إذا كانت مسلمة مستقيمة فولي الأمر هو اللي يزوجها، ولي الأمر يزوجها، نعم، أو القاضي في المحكمة، أو إن كانت في غير بلاد المسلمين رئيس المركز الإسلامي يزوجها إذا رغبت هي هذا، نعم.